بسم الله الرحمن الرحيم. دي ساعة اكس 22 الجديدة. نبص على العلبة ونبص على البرنامج بتاعها وازاي بتربط وكل الامكانيات بتاعتها. دي الساعة هي بره. المهم هي بتشتغل ببرنامج وير فيت برو، ده اشهر برنامج بتطبيق للايفون والاندرويد، بتشتغل الاتنين مع بعض. ده منظر العلبة بتاعتها. دي اشكال الخلفيات، طبعا انت بتقدر تحط لها برضو اشكال من على البرنامج او صور لما انت عايز. الساعة فيها مكالمات، فيها مكالمات محترمة يعني، بتتكلم منها سبيكر حلو ومايك كويس. لو احنا فتحناها كده، طبعا الساعة بتيجي من البرشمة، نفتحها من ده. احنا عندنا اكتر من 25 موديل من الساعات. دي العلبة بتاعتها، W&OXO 22 سيلفر ألومنيوم كيس وسيلفر سيليكا جل. الإطار بتاعها ده الشكل بتاعها، هنا السيلفر وده الشكل التاني لونه، والعلبة بتاعته ان هو بلو اهو، في بلو في سيلفر وفي الوان تانية. عندنا ده بلاك اهو، ده بلاك، ده اللون اسود 44 ملي بلو، وفي لون تاني ده جولد، ده لون ذهبي. واسود برضو، هو اسود يبقى اسود وازرق و وجولد، دول تلات الوان متوفرين من الساعة الاكس 22 دبليو او. دي النسخة يا جماعة الجديدة، عشان بس ايه هتلاقي شبهها كتير جدا في السوق. ده الكتيب بتاعها، ده بيجي بالشكل يقولك ازاي تلبسها والسنسورات ازاي بتشتغل. ده منظر العلبة من جوه، الساعة بتجيلك بالمنظر ده. ده الستراب بتاعها 44، اي ستراب قبل 44 بيشتغل عليه. ده منظر الساعة، بيبقى الاطار السيلفر او الكحلي زي ما احنا شايفين اهو، ومعاها شاحن مغناطيس. مفيش حاجة تاني في العلبة دي، خلاص احنا بنجيب بقى اللي احنا شغلناها. طبعا بتاخدها بتشحنها بتشتغل معاك بعد كده تمام. ده شكل الساعة. البكرة دي شغالة، تديك الخلفيات بتاعتك اهي كلها. لو دوسنا على الزرار ده بيديك حاجات كتير جدا. هنا اتصال، هنا نبضات القلب والاكسجين الكلام ده كله، ومكالمة الطوارئ والتمرينات وعدد ساعات النوم. في هذا بيقولك عدد ساعات النوم. لو انا طلعت برا كده ودوست دوستين ورا بعض، بيديك قائمة مختصرة فيها الحاجات المحترمة اللي انت بتحتاجها. هنا درجة حرارة 13 بياخدها من التليفون، وهنا درجة ضغط الدم، وهنا الموسيقى، وهنا معدل ضربات القلب، وهنا التمارين بتاعتك الجري والركوب، ده جوه وبره، ده في الهواء لو انت عايز تجري بره. في اندور، برجع لورا خطوة اهو، شوف كل الحاجة بتقفله وترجع. دي ساعات النوم زي ما قلنا، ده الاكسجين في الدم. القرايات مش قوي، لكن هما بيقولوا ان هما بياخدوا 7 قرايات وبياخد الاعلى والاوطى منها. انت مثلا لو دوسنا هنا، لو دوسنا على ضغط الدم او معدل ضربات القلب، بتلاقي السنسور ورا اشتغل بياخد 7 قرايات في الدقيقة ويديك الاوطى. طيب ايه الامكانيات تاني في الساعة دي؟ فيها اتصال مباشر، وفيها تسجيل للتمارين بتاعتك لو انت حابب ان انت تسجل تمارينك. فيها بتحسب عدد ساعات النوم وبتحسب عدد الكالوريز. لو انا دوست كده برجع تاني للقائمة الكبيرة اهو، انت تقدر تتحرك من هنا دوستين اهو، تعرف تاخد الكاميرا تربطها بالتليفون، تعرف تاخد الكاميرا بتاعتك تطلع بره تعمل القائمة اللي هي دي.
الباكرة شغالة بتعمل زوم ان وزوم اوت، زوم ان وزوم اوت عشان خاطر تعرف تعمل بيها كل التمرينات. هنا الطقس بيديك درجة الحرارة دلوقتي، هنا التمارين زي ما قلنا دي تمارين اندور، دي داخلية اللي هو في الجلوس او على المشايات او كده، نبضات القلب وضغط الدم. افضل مكان يا جماعة للاكسجين يا بيبقى هنا في الساعد هنا بالظبط، وتربط الساعة كويس بتديك نتيجة مرضية مش وحشة قوي، او عند الدراع فوق، وده مش عارف بيتعمل ازاي، هما كاتبين كده في الكتالوج بتاعهم ان انت تعملها فوق عند الدراع. فيها ستوب ووتش، فيها تمارين للنفس ودي مهمة جدا، دي حاجة جميلة جدا تمارين النفس دي بصراحة اهي. هو ازاي بيقول لك تاخد شهيق وزفير، لك ركز خد، بتلاقي حتى في فايبريشن اشتغل، ممكن مش هتحس بس فايبريشن بيشتغل في الـ في الـ في الايد. عايزين نشوف السيتنج بتاعها، تقدر ان انت تعمل سيتنج كتير جدا، ادي اتصال التليفون بالبلوتوث. هنا بقى بتقدر ان انت اول ما بترفع الساعة، هو بيقول لك هنا انت اول ما ترفع الساعة الشاشة تنور او لا، في صوت واهتزازات، لغة بتدعم جميع اللغات، فيها لغة عربية عشان ده شيء مهم للناس كتير، التوصيل، وتقدر نعمل لها باسورد، وتقدر تعمل لها إعادة مصنع وكل حاجة. بطاريتها بتقعد حوالي يومين لان هي فيها فيتشرز كتير. الساعة محترمة جدا جدا، والماتيريال بتاعها حلو، ده ألومنيوم مش حاجة، ومش مش بتطفي، واللون مش بيتخربش والكلام ده، زي ما قلنا ان موجود منها ثلاث ألوان، هتلاقوها على الموقع ان شاء الله، وان شاء الله هتعجبكم جدا.